اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من هنكون احسن. حلقه النهارده حلقه قويه جدا وخفيفه في نفس الوقت، قويه باحداثها الضخمه العالميه المتشعبه، قويه بانجازاتها واهتمام الكل بيها، خفيفه بقى كون ان المصريين خلاص شبه اتعودوا على الانجازات، وان تقريبا كده سنه 2021 الحمد لله داخله عندنا بانجاز ورا انجاز، من كاس العالم للانديه لاقتصاد مصري واعد للتغلب على ازمه كورونا للاكتشافات الاثريه الكتير والكتير. وهنكمل الانجازات النهارده بانجاز عبوره السفينه العالقه بقناه سويس ايفر جرين بايدي المصريين وسط اهتمام وترقب عالمي كبير وكبير جدا. ترقب رجع لقناه السويس قيمتها الموجوده بالفعل، بس احنا ما كناش عارفين. لكن الجديد في الموضوع ايه بقى؟ ان اللي حصل ده عرف العالم كله الازمه اللي ممكن تحصل لو شريان الاقتصاد العالمي وهمزه الوسط وقفت. ساعتها الوضع هيبقى زي ما احنا شفنا كده، تكدس مئات السفن انها تعبر قناة السويس. السفينة ايفر جرين طولها 400 متر ووزنها كان 200,000 طن. دولتكم مصر وبأيادي مصرية قدروا يحولوا المشكلة دي لانجاز ضخم جدا جدا، لدرجة ان مصر اعلنت استعدادها لدخول موسوعة جينيس العالمية بعد انقاذ السفينة العالقة بقناة السويس في 6 ايام. ايوة 6 ايام. الحادثة اللي كانت حديث العالم كله، يعني مثلا في بداية الأزمة المصري صلب ما ينحنيش، ابنك هيبني وراسه في السماء وبكرة جاي ما تقلقيش، خلاص بدأنا الملحمة. لنبني عشان ابنك وابني. افرولاند إدارة تسويق تنمية. الصحف العالمية كانت آرائها متباينة جدا، في اللي علق بنظرة تشاؤمية وفي اللي اتكلم على تأثر الاقتصاد. يعني هنلاقي مثلا النيويورك تايمز اتكلمت على الموضوع وقالت تأثير الاعتماد الشديد على سلاسل التوريد العالمية في خطر، لأن السفينة إيفر جرين مش مجرد سفينة عادية، لكنها تعتبر واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، وبتتسع لحوالي 200,000 صندوق معدني لنقل البضائع عبر البحر. أما أهمية قناة السويس ليست مجرد مجرى مائي وخلاص، لا، فهي تعتبر قناة حيوية تربط مصانع آسيا بالعملاء الأثرياء في أوروبا، فضلا عن كونها قناة رئيسية لنقل النفط. وعشان الأهمية دي تبان أكتر، كان في عنوان لصحيفة في الواشنطن بوست اللي قالت تزايد القرصنة مع تغيرات المسافة وطول المسافة كمان هيأثر بالسلب سواء على المنتجات أو حتى على الوضع الأمني للسفن. أما الفاينانشال تايمز قالت إنقاذ السفينة سيستمر لأسابيع، وطبعا ده اللي أثبت المصريين إنه مش صحيح، وإن بسواعد المصريين الموضوع خلص في 6 أيام لما حصل التعويم للسفينة. خلونا نتكلم أكتر عن الموضوع مع الأستاذ عادل لمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد. أستاذ عادل صباح الفل، اولا مبروك لحضرتك ومبروك لكل المصريين وكل القائمين على العمل الخطير اللي حصل في تحريك السفينه في 6 ايام. قول لي حضرتك شفت الموضوع ازاي، وحضرتك كنت شايف الموضوع بداياته كان ليه حل ولا لا؟ الحمد لله، لازم نقول اول كلمه نقول الحمد لله رب العالمين على يعني الانتصار.